مرحبا بكم ضيوف الكرام. استاذ علي، قبل ما انتقل استاذ صالح تاخرت عليه، ابرز المعوقات اللي تحدثت عنها مع من؟ مع وزارات معينه، مع مؤسسات معينه، مع المحافظه، مع من؟ طبعا المشاكل هي كثيره التي تواجه هيئه الاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات ككل. يعني المشاكل هي تقريبا متشابهة. المشكلة الأولى هي مشكلة تخصيص الأراضي مع وزارة المالية. إذن مو مع وزارة المالية وإنما مع هيئة تخصيص الأراضي. هنالك أراضي التي تقع خارج حدود البلدية، هذه الأراضي يجب أن تخصص من هيئة تخصيص الأراضي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وخاصة في المجالات الزراعية. توجد هنالك الكثير من التأخير في إعطاء هذه الموافقات وتخصيص هذه الأراضي لأغراض الاستثمار. كذلك تأخير مشكلة سحب الأراضي، يعني تواجهنا هنالك الكثير من سحب الأراضي المرشحة للاستثمار، وهذه سوف يؤدي إلى عدم الثقة من قبل المستثمرين بهيئات الاستثمار عندما تعرض فرصة استثمارية ويتم سحبها من قبل جهات معينة. وكذلك أيضا مشكلة إيصال الخدمات إلى المشاريع، وخاصة خدمات من قبل الوزارات، وزارة البلديات تقصد، الإسكان نعم، تقصد مثلا مجاري تقصد هيجي؟ نعم، مثلا المشاريع السكنية يتطلب ربط خدمات الماء والكهرباء والمجاري والكهرباء، وهنالك تأخير في هذا، وبعض الأحيان المشروع يستكمل وهذه لم توصل هذه الخدمات.